إلى هذا تتواصل الاستعدادات بمدينة شرم الشيخ تمهيدا لانعقاد مؤتمر المناخ كوب 27. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري. بعد التحية سالي، يعني ضعينا في تفاصيل وآخر استعدادات مؤتمر المناخ كوب 27 لديك في مدينة السلام. نعم لمشاهدينا الكرام، بالفعل نتابع منذ عدة أيام الاستعدادات النهائية التي تجرى على قدم وساق في هذه المدينة، المدينة الخضراء، ونحن الآن بصدد الحديث عن استعدادات تحديدا مطار شرم الشيخ الدولي، ثاني أكبر مطار بعد مطار القاهرة الدولي. هذا المطار هو المحطة الأولى في رحلة المشاركين في هذا المؤتمر، مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ 2022، والتي ستنطلق بعد غد الأربعاء. لو تحدثنا عن الاستعدادات النهائية التي تمت داخل هذا المطار لتسهيل كافة الإجراءات للوافدين، عدد كبير من الكاونترات التي تم تخصيصها لتسهيل إجراءات الوفود، وتم رفع كفاءة هذا المطار لاستعدادا واستضافة لهذا المؤتمر في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة هذه النسخة. لو تحدثنا تحديدا عن ما تم داخل هذا المطار، فرفع كفاءة للممر الرئيسي للطيارات ليستوعب عددا أكبر من الطائرات، وذلك حيث تنظم الشركة الوطنية مصر للطيران الراعي الرسمي والنقل الرسمي لفعاليات هذا المؤتمر. ستنظم ما يصل إلى 250 رحلة من مطاري القاهرة وشرم الشيخ، وذلك لنقل ما يصل إلى 40,000 مشارك. لو تحدثنا عن الاستعدادات أيضا من رفع كفاءة المباني ورفع البنية التحتية، تسهيلات في الوصول، فيتم مسح ضوئي للرقم القومي أو جواز السفر للوفود المشاركة. ونحن تابعنا على مدار الأيام الماضية وصول بعض الوفود إلى أرض هذه المدينة. بالفعل يتم رفع هذا المسح الضوئي لحصر الأعداد المشاركة من خلال الكاونترات المتخصصة في هذا الأمر، تسهيل للإجراءات لكافة الوفود، رفع كفاءة مباني هذا المطار. هذا المطار هو مطار ذكي يعمل بالطاقة الشمسية، وهذا المطار هو من بين المطارات التي حصلت على الشهادات العالمية. لو تحدثنا أيضا عن تفاصيل ما يتعلق بالخدمات اللوجستية التي تقدم للوافدين، رفع كفاءة اتصالات الضيافة، وجود مكان للحجر الصحي، زيارات متكررة من الحكومة المصرية للتأكد من استعدادات هذا المطار. أيضا لدينا يعني رفع كفاءة للحقل الخاص بالطيران الجوي، استعدادات كبرى تجرى داخل هذا المطار استقبالا لضيوف هذا المؤتمر. أيضا تم رفع كفاءة المباني الخارجية، البوابات الخارجية لمطار شرم الشيخ الدولي بحيث تستوعب 8 حارات للدخول والخروج، رفع كفاءة الإنارة وأيضا المسارات الخضراء ضمن إعلان هذه المدينة، مدينة الخضراء. لو تحدثنا أيضا عن ما يتم من إجراءات فيما يتعلق بالسلامة والأمن، التأمين داخل هذا المطار، الأجهزة الخاصة بالكشف على الشنط وغيرها مما يتعلق بالوفود المشاركة، رفع كفاءة المباني الخاصة باستقبال كبار الزوار والمبنى الرئاسي لاستقبال الملوك ورؤساء الدول الذين أعلنوا في وقت سابق مشاركتهم في هذه النسخة. تفاصيل كثيرة تحدث داخل هذا المطار، وهو الوجهة الأولى للوافدين المشاركين في هذا المؤتمر الذي ينطلق بعد غد الأحد. والكلمة تعود إليك أميرة مرة أخرى في الاستوديو. يعني شكرا لك على هذه المتابعة التفصيلية سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري.